تشيز كيك مخبوزة، وهنعملها بزبدة الفول السوداني. الوصفة دي علشان نعملها عايزين 3 كوبايات بسكوت شوكولاتة مطحون، اللي هو بسكوت اللي بيبقى محشي كريمة ده، وعايزين 100 جرام زبدة، وعايزين 800 جرام جبنة كريمي، وواحد ونص كوب سكر، 1 كوب زبدة فول سوداني، نص كوب كريمة، 3 بيض فانيليا، 1 كوب شوكليت شيبس، وعايزين للوش 250 جرام شوكولاتة، 120 ملي كريمة، وسوداني مجروش، وكريمة مخفوقة، وبسكوت بالشوكولاتة اللي احنا مستعملينه في القاع تحت. طيب أول حاجة هنعملها، خلينا نعمل الخليط بتاعنا. الخليط بتاعنا عشان نعمله عايزين الجبنة، هنحطها هنا 800 جرام، وعايزين طبعا صينية علشان نعمل فيها التشيز كيك بتاعتنا، والصينية لازم نلفها بالفويل من تحت، لأن الوصفة بتاعتنا دي هنسويها في حمام مائي. تمام، هنحط الجبنة، نحط معاها السكر، هنحط البيض. قبل ما نحط البيض هنحط زبدة الفول السوداني، بس بحس كله اختلط بنبتدي نحط البيض واحدة واحدة. واخر حاجة هنحطها الفانيليا، هنحط بقى الكريمة. تمام، احنا كده جهزنا الحشوة بتاعتنا اهي. ناقص دلوقتي بقى عايزين نعمل القاع اللي بتاع البسكوت بتاعنا، قاعدة البسكوت. فعندنا هنا البسكوت المطحون، نحط البسكوت هنا، ونحط عليه الزبدة، وهنبتدي نخلطهم مع بعض، وبعدين نفردهم كويس جدا لغاية ما نعمل طبقة من تحت، نضغطها كده ونحط عليها الخليط بتاعنا. دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ عندنا هنا جبنة صينية اكبر من الصينية اللي فيها التشيز كيك بتاعتنا، هنحط خليط التشيز كيك بتاعنا فوق البسكوت. وعايزين نحط الشوكليت شيبس، نسيناه، يلا حركة، هنعمله طبقة بس فوق، هو هيختلط اصلا كده كده كله ببعضه. هناخد الفويل اللي عندنا وهنغطي بيه قاع الصينية بتاعتنا. هجيب بقى صينية اكبر زي ما اتفقنا، وهنحط فيها التشيز كيك بتاعتنا، وهنجيب المية وهنحط مية في الصينية، وهدخل الصينية على فرن درجة حرارة 180 بالظبط لمدة ساعة. بعد الساعة دي هتكون النتيجة عندنا، الصينية التشيز كيك دي اللي انتوا شايفينها بعد ساعة بالظبط دي النتيجة. دلوقتي هناخد التشيز كيك اللي عندنا وهنحط لها على الوش توبينج من الشوكولاتة والكريمة، طبعا دي لازم تتحط في التلاجة
لازم تتحط في التلاجة فترة كويسة. احنا هنا ما لحقناش نحطها في التلاجة كتير. مع انه حرام نغطيها، شكلها من فوق لطيف، بس يلا.